اسمي احمد رجب حسين المصري، وزني تحت 63 كيلو، بلعب في نادي حرس حدود. الميداليه اللي حققتها يا احمد في البطوله كانت ميداليه برول ضامنها، وزني 63 تحت 63. كلمنا على اهم مباراه كانت ليك في البطوله دي. هو يعني قدر ربنا ان انا طلعت من اول ماتش من الروسي اللي جاب اول، بس بعد كده لعبت طرديه 4 ماتشات ورا بعض، يعني كلهم كانوا مهمين، بس كان اصعب ماتش الياباني اللي هو الثالث والخامس. لعبت اول ماتش اذربيجان الحمد لله خلصت سكور، وثاني ماتش لعبت صربيا وبرده خلصت سكور الحمد لله، وثالث ماتش لعبت اسبانيا الحمد لله كنت كسبان 4-0 وجاب طرد، واخر ماتش خلص الياباني 5-3. بتهدي الفوز ده لمين يا احمد؟ طبعا يعني بهديل لوالدي وليد طبعا اول حاجه، وبهديل طبعا لكابتن المنتخب كابتن سيد الفي طبعا، الفضل كله يعني بعد ربنا وكل الكباتن اللي ساعدتني طبعا، الكابتن الفضل الكبير كلها وعلى الله مش عايزينك تقف عند الميداليه ديت. البطوله الجايه ان شاء الله ذهب وذهب ان شاء الله على طول. يعني اتعرف بتاني واحد معانا اسمك علي توفيق مصطفى. زياد مبارك. الف مبروك. اتكلمنا عن اهم مباراه كانت ليك في البطوله يعني. زياد يا عم كنت متوقع ان انت تجيب الميداليه الذهبي على بمسافر صحيح. الف مبروك يا علي، وان شاء الله تستمر على المستوى ده ان شاء الله.